جوبة حلال بغداد تاج الدين، هاي اللافتة مالتها افتتحوها جديد اخواننا الاعزاء، ان شاء الله يصير بيها سوق لبيع الاغنام والابقار والماعز، وانا ان شاء الله ما قصر وياكم وايضا اصور لكم اياها بخدمة الجميع، ربي يحفظكم. هنا الطيب عمنا ابو علي، السلام عليكم. شلون عافيتك عمي؟ هاي جوبة حلال تاج الدين، العنوان مالتها بغداد السيطرة القديمة، تعالوا لها تلقون الحج ابو علي، وراح نخلي لكم رقم تليفونه. طبعا هاي الجوبة جديدة ان شاء الله وترحب بالجميع. وهنا اكثر شيء موجود بها الجاموس، جاموس هذا الفراتي مو مالتنا، جاموس كله مال الديره، وجاموس نعم. موجه وشوف الحكي ماله من ضيف الناس تبيع عمي، هي لو ما مدمره ما بعد. الله يحفظك عم ابو علي الطيب، عيني صاحبه منزل لك شمال، ربي يحفظك يا طيب على راسي. جوبه نظاميه ومرتبه، عيني نبدا. هاي شنو سعرها؟ شنو نوعيتها؟ والله هي سعرها بزمان قبل الناس ما تطيها لا بغالي ولا برخيص، اي بس هسه من ورا الاعلاف الله يحفظه وزيرنا وزير الزراعه اللي قاعد على سكمليه، شوف ايش سوى بالجاموس هذا، مرده مرده ما خلى جاموس بعد، ثروه ثروه هائله، نحج اطفالها هاي اطفالها هاي هاي الناس ناس منظمه، يبيع له وحده يشتري بها طنطنين خاله وهالدمار هالدمار، وهو قاعد الافندي ما ادري ايش صاير بالدنيا، ويستوردون لنا بالعجل الانجيري وغير الانجيري، وخلوا العالم هاي لا جايبين له علم لا تبين يا بهل هالله بالعالم الفقره، هاي الناس هل هالله بالفلح، هل هالله بالجنون على هذا الحلال، هاي الثروه الحيوانيه النفط الثاني هاي، اي والله دير بالكم عليها ثلثينها، ادعموهم ذول المربين، انطوهم علف، انطوهم تبن، انطوهم شغلات للحلال مالتهم، اللقاحات حياك الله. عم احنا ما نريد اللقاحات، نريد يعيشونها. لقاحات على فذني الاعلاف ادعموهم، ان شاء الله هم هم عالم طيبه. بس بلا زحمه عليك، هاي شلون اسعار هين الوحده هي وبنتها؟ قبل هسه ما حد يعطيها ب 10 ملايين خلينا نجمس. هاي الوحده؟ هي الوحده هسه قاعد يعطونها ب 2.5 ب 3 الا ربع كل جاموس. سبحان الله. من ورا العلف. هي وبنها هاي ب 2.5. اي دعم ماكو، علف دمرت فرد نوب هابط السوق مالتهم سبحان الله. هجم بيتها العالم عمي، ثلثين عراق عايش عليها، ثلثين. اي نعم ابو علي، خلينا نتقرب شوي انا اقول ازحمه عليك. يابا هاي يقول هسه 2.5 مليون سعر الوحده. قبل نعطيها ب10 هاي هسه 10 ملايين قبل يقول هل نزلتها هاي هل نزلتها خطيه هل هم نزلتها هنا تبلش تبيع اي وعلى مود العلف وزير قاعد على السكمليه ما يعرف الدنيا هذني بنات هنا هذني هاي اطفال اي هاي هاي شاهد اخواننا الاعزاء هاي ايش قد اعمارهن ذني؟ هاي شهر شهرين وعشرة ايام اي على مود تنباع ما شاء الله والباقي ما هاي منزل الناس كل واحد جاي الاثنين والثلاثه منزله بالجوز. زين. وهذا الحج ابو علي الطيب راح نخلي لكم رقم تليفونه. حياها الله، هاي جوبه مرتبه ونظاميه، جوبه حلال تاج الدين بالسيطره، ربي يحفظك عم ابو علي تعبناك. عيونك امر. الحج الطيب قواك الله، هذا حلالك ان شاء الله؟ ان شاء الله. شاء الله. هاي شلون عارضهن الوحده؟ منزله. اي. جابوها منزله على مود النخاله. هاي كانت اخويا اي بالوقت القديم اي الوقت القديم كان هذا الحلال له قيمته اي الناس مستفاده منه والدوله مستفاده منه اخويا اي وكانوا مربين للجاموس خاصين من الدعم من الثروه الحيوانيه نعم اخويا وهسه هذا الحلال استهلك حاربته اول مره اللي هم لازمين التابعين لوزارة الوزارة الزراعية والوزارة التجارة ها اخوي نعم استضعفت هالحلال ما يحصل اعلاف اي يعني الاعلاف صارت غالية نعم اخوي وكانوا قبل تتذكر بالثمانينات كانوا يعطون وجبة وجاي الثمانينات جاي الثمانينات يعطون وجبة علف وجبة فلوس وكان الحلال بيها محترم نعم يجاوب عايشة الناس عليها وحتى مستندع عليها الدولة لمنتوجاتها الخاصة للثروة الحيوانية ها اخوي ها
هسه ما هذا الحلال ما يحصل قام مستضعف، وانت تشوف هذا ضحفانه يعني ما تحصل على فلزمته الناس اللي مو خوشوات. اكثر شيء بيد التجار وبيد المزايده، يطبوا المزايده جماعه كل واحد ده 5 دفاتر 6 دفاتر، وضد الثروه الحيوانيه واستضعفت الثروه الحيوانيه من ضمن التجار وضمن المزايدين اللي يطبون بالمزايده. هذا حلالنا حتى وزاره الزراعه وياهم. اي كل 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 ما بيها اي نقاش. هاي هلا استضعف هذا يعني ما يحصل علف. العلف صار غالي، قبل كان سهل العلف. خطيه والله بني مال بيت بني خطيه. 200 الطن هسه تدري بايش الطن؟ اي ب 600. ال 200 وين وال 600 وين؟ هل استضعفت هاي الثروه الحيوانيه؟ اي وقعت فيها الثروه الحيوانيه. الشعب عايش على الثروه الحيوانيه. كلها عايشه هاي الشعب كله شعبك هذا. صح. الوزاره كل الوزاره والشعب كله عايش على الثروه الحيوانيه لان كان اكو دعم للثروه الحيوانيه. يابا النفط الثاني هي بالعراق بالثمانينات قلت لك بالثمانينات قلت لك يعطون كميه مال علف وكميه مال فلوس. صح اخوي وماشيه والحمد لله وتصدر هاي الثروه الحيوانيه تصدر للدوله والدوله مستفاده والشعب مستفاد. نعم لان هسه بهالوقت هذا استضعفوها التجار استضعفوها والمزايدين يطبون بالمزايده استضعفوا الثروه الحيوانيه. نعم يعني ماكو الحكومة وياهم كل الحكومة وهم مع الحكومة كلهم متعاونين على هاي الشغلة يريدون يصدقون الثروة الحيوانية. هاي هسه انت شلون عارضهن حجي ذني الوحدة؟ شلون عارض هالوحدة على ايش قد؟ ذني يعطونا بين 3.5 الوحدة؟ 2.5 العفو الوحدة 2.5؟ الوحدة 2.5 مليون. كانت تدري ايش هاي؟ اي كانت هاي بخمسة 5 ملايين له. أيه. سبحان الله بس ماكو هسه يعني هسه بنص سعرها تريد تبيعها بس تخلص منها. مضبوط لان علف ماكو. أيه. تضعف هاي تضعف خطيه تموت خطيه. اي ماكو علف اخوي. أيه. كانت ابنه بخمسة هسه ب 2.5 اصبحت سبحان الله نص سعرها اللي ياخذها بخمسة ما يقدر يقاوم عليها على علفها. علفها هواي هاي. أيه هواي هاي هنا مخلي لها خطيه هاي. اي شوف وما يتلحق عليها. أيه. ما يلحق عليها هسه على 2.5 وهسه ما تنتج حليب لان هي ما شبعانه. لازم تشبع يلا. هاي الثروه الحيوانيه يستفادون منها لحوم. استهلكت الثروه يستفادون من عندها هاي الالبان. لا لحوم ولا المعامل المعامل تشتغل. القصاب يشتغل. سلامه رحمه الله. ربي يرزقكم عمي يفرج همكم ان شاء الله. الله يحفظكم يابا. عارض الوحده على 2.5 مليون. للتواصل راح نخلي رقم تليفون ابو علي. وهاي الجوبة يعني عبارة عن محاصير مرات خاف تتفاجئون يعني تشوفون ما تشوفون وقفة. هاي عبارة عن محاصير هاي جوبة بيها بغداد. هاي جوبة, جوبة بغداد تاج الدين. اي تاج الدين قرب السيطرة القديمة. مضبوط مشتهرة هاي بالجاموس. اللي يريد جاموس بيها اكثر شيء بيها جاموس. رحم الله والديك عمي وبيك اكثر. اهلا وسهلا حياك الله يابا. هلا عمي ربي يحفظك. ايه يعني هاي شلون اسعارهن؟ شنو نوعياتهن ذني؟ والله اسعارهن هاي بالنسبه لها. اي هاي لو قبل العلف الناس بتنباع لها باربعه. صح. اي هسه ب2.5. اي هسه من 2.5 مليون الى 3 ملايين اقل 3 ملايين حاليا سعرها وبيها مجال مهمين. بيها مجال. أي. العلف اذا نازل. اي نقول ب200 هاي تنباع ب5 ملايين. سبحان الله. والله هسه بنص قيمتها هسه جاجة. لان العلف ماكو ما جاي يسد الحلال. اي وياهم بناتهم ذني هم موجوداتي. اي عاشت ايدي بناتهم وياهم. اي هاي البيت شات تنباع نقول قبل بثلاثه. بثلاثه هسه بيش تنباع؟ هسه مليونين. هسه مليونين تنباع. اي هاي بنتها هنا. أي. ولاد جديد هاي؟ ولاد جديد. اي يعني هاي الحكي هو هي وبنتها هسه تنباع مليونين. هي وبنتها بلاش والله. اي والله سعر بقرة يعني هاي سعر كان الجاموس. انا ادري الجاموس اغلى من الابقار. هاي بس علف. أيه. العلف. أيه. العلف غالي ما حد يشتري. صح وهذا يعني يصرف علف يستهلك علف هواي. ما يصرف علف. ايه يستهلك علف هواي هذا يراد يتنوع له بالغذاء يعني هواي علف لازم. أيه. مع علف متروس. ايه متروس علف 24 ساعة. ايه علف وتبن حشيش. اغلى وحده هنا ايش قد سعرها هنا؟ اغلى وحده هسه اغلى جاموسه خلينا نقول. روح على جاموسه ذيك شوفها بلا زحمه. هذا فراتي كله فراتي هذا؟ اي فراتي هذا الجاموس الفراتي. اي اغلى وحده يا هي هاي. بسم الله ما شاء الله هاي كبيره.
اي هاي شلون سعر هاي الساعه؟ هاي مطابيها 4 امامها. اي هاي موصله حاليا 4 ملايين. أي. ولو قبل علف ما شاء الله تنباع ب 6 ونص. ها والله يعني لو علف متوفر وهذا تنباع ب 6 ملايين 6 ملايين ونص. اي 6 ما شاء الله. هسه 4 وترجع لي ورا لان العلف ماكو. اي هسه 4 ملايين حاليا موصله وما ينطيها. عاشت ايدك. خلي نروح على ذن الصغار بلا زحمه عليك. هذا شو يسموه هذا الصغير؟ حوليه. حوالي ذن الصغار. هاي شلون اسعارهن هسه هاي الوحده؟ شلون؟ 750 750 مو 700 مو 700 750 كان فوق المليون مليون ونص. هذا كله بسبب عدم توفر الاعلاف لهاي الدواب. هاي الجوبة عبارة عن محاصير يعني يجون العالم يخلون الحلال مالتهم بالمحصار ويبدون يبيعون يشترون. انا راح اخلي لكم رقم ابو علي اللي يحب يتواصل وياه اللي يجي للجوبة. يعني انتم تشوفوها يا مو فارغة اخواننا الاعزاء يعني كل محصار الى رقم. هذا المحصار رقم واحد وهن مرتبيهن كل واحد يعرض الحلال مالته بالمحصار. اكثر شيء موجود بيها الجاموس. هاي الجوبة موجود بيها جاموس. بارك الله بيك تعبناك بس خلنا ناخذ لنا لقطه على ذن الصغار. اي أيوة والله بارك الله بيك. اي هذني امهاتهن ذني البرة ما شاء الله ما شاء الله. هذني ايش قد اعمارهن قلنا؟ والله هذا شهر وجو. هذا مثل السياره 5 ايام 6 اكو بيهم 5 ايام. اي هذا 5 خطيه هذا اسبوع. سبحان الله. إيه؟ اكبر واحد بهن شهر. اي شهر اكبر واحد بهن شهر. اي ذاك الاربع شهر. اي اسبوع اكو اسبوع 5 ايام اكو 5 ايام. سبحان الله. الله يبارك بهن ان شاء الله اخوي. الله يفرج همكم وان شاء الله الحلال يرجع كما كان ويسمعون صوتكم يتوفر لكم الاعلاف ان شاء الله للحلال مالتكم. ربي يحفظكم يا طيبين. حتى خطيه مال بيت اليفات يعني مال جني هذا اني مال جني اليفات يعني متعلمات يعني ما ياذن مسالمات اخواننا الاعزاء ذني. هاي جني هنا خطيه ذني بناتهن. بارك الله بيك شلعنا قلبك اخوي. طيب العالم الطيبه الله يحفظهم عمامنا الطيبين الغالي عمنا ابو سيف وابو عقيل وابو علي. ابو علي المسؤول عن الجوبه راح اخلي لكم رقم تليفونه اللي يتواصلوا وياه ان شاء الله ما يقصروا وياه. شلونكم عمي؟ عمي بنفس الخير. جوبه يا حاب وجوبه نعمه من الله وجاي نبيع ونشتري بيها. والله سهل علينا وعليكم. ربي يحفظك ربي يحفظك. شو الانواع هنا عمي الانواع؟ والله انواع كافه المواشي تجي. اي اكو مبيت للناس اللي تجي من المحافظات اكو مطعم مفتوح محلات محاصير مبيت الحلال وكل من محصاره مسوينها احنا للناس الثروه الحيوانيه. بس الثروه متاذيه اذيه كافيه تشكي معاناه الجنوب تشكي كل الناس تشكي من الجوع مع الحلال. اعلاف ما موجوده وزيرنا الله يحفظه قاعد عسى كم يوم مرتجي ما يقول خلنا نطلع اشوف الثروه صاير بيها اشوف حلالها اكشفها اشوف فضحها شلون صاير ما عليهم بس قاعدين عسى كم الحفظ. احنا نريد واحد يشوف معاناته للحلال. العراق عايشه ثلثين عليه على الحلال. ثروه هائله ثروه تمرتها تستورد لك عجل من نيجيريا وغير نيجيريا والهند ومخلي حلالها دايح بالشوارع. انت من جاي تستورد العجل جايب له علف جايب له تبين جايب محضر الى المواد مالته احنا منا جفاف ضاربنا وحلالنا ذبح الجوع مزودين لنا وبالعجول وباللحم المستورد. هذا دمرنا دمار هائل. الناس الله وكيل اذا ظلت سنه النوم تنزل بالشوارع. وين تعيش الناس؟ ما عندهم عيشه. ثلثين العراق عايش على الثروه الحيوانيه. وشوف حلال شلون صاير هذا ورق. ايه صح هذا الموجود. هذا الكلام هو هذا الكلام الواقعي. خلي الواقع نحكيه قبل اكو من يفقدنا. النخاله ممطينها العصابات مزادات. النوبه للمعامل سووا هاي الكليشه حصروها لهم ذبوهم مخازنهم يسامك مخايضه راح يوصل الطل المليون. صح غير كنت تبون الناس تبوا الدور عم الناس تعبانه انه جعانه. ناس انت العراق بي كم واحد ياخذ راتب عايشه ثلثين ثلث العراق عايش على رواتب ثلثين على من عايشه على الزرعه وعلى الثروه. صح ابو النعجه متدمر ابو البقره متدمر ابو البعير متدمر ابو الجاموس متدمر. الى متى تظل الناس تعاني؟ اللي عنده سيارته باع ذبح على الحلال بيته باع ذبح على الحلال النتيجه شنو؟ الى متى؟
وكلها اصحاب عوائل خطيه. اي والله اي والله اصحاب عوائل عالم. عمي كل بيت فيه 20 طفل، كل واحد عنده عوائل. شوف هسه احنا عندنا حلال هنا جاموس، والله ما موجود هسه عندنا. هسه راح نروح نصور ان شاء الله. بالمنطقه كل واحد عنده 300 400 ليل ونهار بالجاموس ماله. القبضه شنو؟ ثروه شو حليب خير من الله عندنا. تستورد لك البان انت، تستورد لبن، تستورد قمر، وانا ما شايف اجبان. هضيمه والله، واحد هضيمه والله، تكتله الحصره والله. الدنيا كلها انت جاي تستورد للبان وما منتبه لنفسك، مو حمل هذا. لا يرضى الله، بس ما نتعمل نقول بالحكومه الجديده هاي بركي الله يسوي لنا حل. ان شاء الله ان شاء الله صوتكم مسموع عمي، وربي يحفظكم ان شاء الله. ينظرنا البرلمان، ينظرنا الوزير يصير، ينظرنا وزيرنا هذا الله يحفظه. مرتجع عزي كملي السنه جوع عندك مجاعه جفاف، انتبه. ماكو قبض، ماكو ملينا، سوينا مظاهره، عجزنا، ماكو نتيجه. شوف هسه المحاصيل مترسه مال العالم، تريد تبيعها بفلس ونص ما ينباع، ما ينباع عم الحلال ما ينباع، لان العجل مغطى عليه، عجل مستورد كارثه. جاي تستورد الناس اللي قاعده عجز كملي، ما تعرف ضيم الثروه الحيوانيه. عرب عندي هاي شنو عمل هذا؟ ما غير الله يرحمنا، ماكو غيره. بس رحمه، اي والله بس رحمه الله. امين يا رب العالمين، اي والله ان شاء الله. هاي شوف اهل الحلال. كل واحد عنده 10 دهار. الله وكيلك، بعتني بعده 8 شهور. اي خلص من مصرف. السيد جابور. اي خلص من مصرف. ما مالهن عيشه مالهن. ناس تعبانه، ناس ما تشتري. اخواننا الاعزاء، هاي عباره عن محاصيل. هاي جوبه، جوبه نظاميه ومرتبه مثل ما تشاهدون. بيطره بيها، بيها مطعم، بيها وصل، بيها مبيت للمواشي، مبيت للمحافظات، مبيت للعالم الطيبه اللي تجينا من المحافظات تشرفنا، بيها مبيت للمواشي ايضا. جوبه نظاميه، طعام ايضا موجود، طعام للمواشي. هاي الجوبة عبارة عن محاصير يعني مرتبة، للي يحب يعرض الحلال مالته، اللي يحب يخليه هنا. بيها مطعم، بيها مبيت للمحافظات، ساحة كبيرة. هاي جديدة يعني سووها، ساحة كبيرة ايضا للعرض. اذا اصير بيها وقفة ان شاء الله ايضا اجي اصور لكم اياها، يعني هاي افتتحوها جديد. احنا كل شيء جديد ان شاء الله نصور لكم اياه. هاي ما شاء الله، هاي المحاصير يسموهن للحلال، للي يريد يبيت الحلال مالته، يجيبه يعرضه وما يعني ما ينباع، يخلي بيها يأجره ويخلي بيها. ربي يحفظ الجميع إن شاء الله. وإن شاء الله من تصير بيها وقفة قوية، سوق قوي، إن شاء الله أجي وأصور لكم إياها. للتواصل اللي يعجبه من هذا الحلال اللي صورته أني الجاموس، يتواصلوا ويا الحج أبو علي، راح أخلي لكم رقم تليفونه. لا تنسونا باللايك والاشتراك. هاي محلات ايضا هنا، اذا تريدون هذني غرف، حمامات، تواليتات ايضا موجود. عمي ابو علي ذني الايجار، اذا يريد واحد ياجرهن. لا لا، لاهل الحلال. لاهل الحلال ذني؟ ما شاء الله. اي مبيت موجود، قطعه هاي برا هسه راح نصورها ان شاء الله. هاي مجانا، ربي يحفظكم على راسي. وهاي الساحه ان شاء الله اذا صارت وقفه، هاي افتتاح جديد، هاي ساحة البيع والشراء، جميع المواشي. من تصير ان شاء الله سوق قوي باذن الله، هاني الحج ابو علي يتصل بي واجي اصورها وبخدمته اني. جوبة بغداد تاج الدين. اي جوبة بغداد تاج الدين، العنوان مالتها يم السيطرة القديمة، ما تتيه. ربي يحفظكم عمي. مجاور بنزين خانة تاج الدين. ربي يحفظكم عمي، وفرصة سعيدة. وان شاء الله نشوفكم بخير. في امان الله. في امان الله. مرحبا.